هاي جيش انا بيت وفيديو النهاردة هيكون عن خطر. اللي ظهر قدامكم على الشاشة ده اعلان لحلقة جديدة وهي حلقة خطر، واللي هي الحلقة رقم 25 من الموسم الرابع. بداية الاعلان بنشوف الابطال كلهم وايفن مع ميراكلوس الثور وناثانيال بميراكلوس الديك، وبعد كده بنشوف جابريال متضايق جدا وبيعمل على تابوت ايميلي، والدرسوق استدعى تعويذة الحظ وكان في كائن غريب كده طلع للشمس، وبعد كده بيظهر القط الاسود بيمشي من مكان لعب كرة القدم، والدرسوق زعلانة جدا وإدريان زعلان جدا وقلع الميراكلوس، وكمان الدرسوق زعلانة وتقريبا اغم عليها او حاجة زي كده وده تحولها. طبعا اللي شفتوه من شوية ده ما كانش إدريان او قط الاسود الاصلي، بل كان فيليكس على ما اظن، دي نظريتي يعني ان ده فيليكس. اذا بصنا له دققنا هو يشبه فيليكس. واضح جدا يا جيش العنبات ان الحلقة محمسة جدا 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 جدا، وبيقولوا ان هي هتنزل بكرة، بس انا مش مصدق الموضوع ده، فيعني خلونا ما نقولش ونعشم نفسنا انه هيبقى بكرة، ممكن ما يكونش بكرة، احتمال كبير يعني، لانه هو ده كان موعد غير رسمي، بس برضو ممكن احتمالية صغيرة انها تنزل بكرة، ولكني لا اظن ان ديزني هتعمل كده الصراحة يعني. وبس جيش على بيت، كان فيديو بتاع النهاردة بعد غيبة طويلة بسبب الدراسة، وبس جيش على بيت.